تفعيل دور القضاء، إغلاق السجون السرية وإنهاء عهد الميليشيات، مطالب رئيسية التقى من أجلها نخبة من كل المحافظات بهدف وقف الفوضى الأمنية التي تسود العاصمة المؤقتة عدن ومناطق أخرى. اللقاء الذي انعقد السبت الماضي بعدن أكد على أن هذه المطالب أضحت شعبية وأن تحقيقها مرهون بعودة الرئاسة والحكومة، فوجود القيادات العليا في الداخل خطوة أولى نحو استعادة هيبة الدولة واستقرار المجتمع. كوكبة من الوجهاء والأعيان والقادة المقاومة، قيادات عسكرية وأمنية، تحس أنها تتكلم باسم الشارع، تريد استعادة الدولة، لا تريد فوضى أمنية، لا تريد صراعات، لا تريد ميليشيات، لا تريد هذا، تريد عنوان عدن الحقيقي ومدنيتها، أن يعيش المواطن بسلام كائنا من كان، لا يبحث عن أصله وفصله، أن يمشي في الشارع آمنا مطمئنا. الشخصيات المدنية والعسكرية والاجتماعية التي شاركت في هذا اللقاء ركزت على أهمية القضاء ودعت إلى إعادة دور النيابات والمحاكم كضرورة عاجلة لوقف حالة المظالم المستمرة، وطالب اللقاء في بيان له بإغلاق السجون السرية التي تعد وصمة عار في جبين الحكومة. ليس فقط القضاء المدني ولكن أيضا القضاء العسكري والنيابة العسكرية، وبالتالي تترتب الأمور عندما تسير بشكل منتظم بشكل قانوني وفقا للتشريعات وفقا للقوانين، بحيث أن الناس تشعر أنه هناك في توزيع للعدالة. الوقت حان بنظر اللقاء التشاوري لوضع حد نهائي لكافة التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تعمل خارج سلطة الدولة، في إشارة إلى قوات الحزام والنخبتين الشبوانية والحضرمية المدعومة إماراتياً، الأمر الذي يستدعي فرض الحكومة سيطرتها التامة على المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية وتسخير مواردها الاقتصادية لصالح الاقتصاد الوطني. لم ينس لقاء عدن أبناء المهرة، حيث شدد على وجوب مناصرة قضيتهم الرافضة للوجود العسكري غير المبرر وتأييد مطالبهم المناهضة للتشكيلات العسكرية خارج سلطة الدولة، وهي التشكيلات التي أكدت وقائع كثيرة على أنها أضحت نموذجاً سيئاً لا يريد الكثير من اليمنيين تكراره.